استاذ مجدي، هل نقدر نعتبر ان فعلا الاهتمام بالعمال بقى اهتمام موسمي بيتجدد في عدهم او في مناسبات انتخابيه تانية او متعلق باحتجاجات لازم هم اللي يجذبوا الانتباه لنفسهم بطريقه قويه، ولا انت شايف ان هو ممكن يكون تحول الى هم حقيقي للدوله ومثار لانتباهها؟ انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. منذ ثوره 25 يناير وحتى الان لا توجد خريطه واضحه لعلاج الازمات الاقتصاديه في مصر على راسها الشركات والمصانع وبالتالي العمال. كل ما يحدث مجرد معالجات لوقف بعض الاحتجاجات وخلاص، يعني ما فيش جديد يتقدم للعمال، مسكنات يعني. كله مسكنات. ولما اتعمل الحد الادنى للاجر الحكومه حابه تعمله، اتعمل فيه ناس بتزايد على ناس عشان خاطر ان ده يقول في النهايه انا اللي عملت وده انت اللي ما عملتش، وانتهت نهايه ماساويه قضيه الحد الادنى للاجر. اصل قضيه الحد الادنى للاجر دي مش مجرد رقم ولكنها مجموعه من الاجراءات. يعني انا النهارده لما اجي اعمل حد ادنى للاجر ممكن اعمل 1200 جنيه وال 1200 جنيه واكتفي بهذا القرار، فاكتشف في الاخر ان ال 1200 جنيه ما يكفوش العامل. لكن لا، لو عملت 800 جنيه وظبطت الاسعار والتضخم و و والكلام ده كله ممكن الاقي ال 800 جنيه دول يكفوا ويفيضوا. فاكتشفنا ان ايه؟ ان هو كان صراع بين مجموعه من الوزراء داخل الحكومه كانت نتيجته خرج حد ادنى للاجور مبتور ولم يستطيعوا تطبيق الحد الاكثر للاجور. هل الموضوعات ايه الموضوعات اللي انتم مطروحه تطرحوها على اجنده الرئيس بكره؟ هل في تم التواصل معاكم لوضع جدول اعمال، ولا المساله هتبقى مجرد كلمه وبرضه هيبقى في المنحه يا ريس؟ لا، هو ما فيش، خلاص انتهى عصر المنحه، ده انتهى تماما. ولكن هو الاحتفال بكره بروتوكولي، الرئيس هيقول كلمه، وزيره القوى العامله هتقول كلمه، رئيس اتحاد العمال هيقول كلمه، قبليها هيسبقها لقاء لمده دقائق مع رئيس الدوله. بين مجلس اداره اتحاد العمال وما بين الرئيس، يا دوبك هنقول له المساله. انت عارفه ان رئيس الدوله ماشي كمان بعد نهايه الفتره الانتقاليه، بعد خلال شهور قليله او اسابيع، بعد اسابيع. فالمساله برضه هتبقى ايه؟ معلقه. لكن